لا اعتقد النادي استوعب نطرحها وتقدر على الأمم المتحدة أن تتحمل مسؤولياتها وأن لا تخضع لإرادة الدول الداعمة للعدوان سواء كانت من خلال التمويل أو من خلال النفوذ السياسي. نريد أن نقول أن موقف ريما خلف كان موقفا نفتخر ونعتز به، وأن استقالتها أو اضطرارها للاستقالة هي عار على جبين الأمم المتحدة أنها تقف بذلك إلى جانب المعتدين وتحول دون ارتفاع صوت الحق. هناك مذكرة نسلمها للأمم المتحدة نعلن عن نعم نحن الذين نعيش ما وصفته ريما خلف، وبالتالي نحن الذين نعاني من سياسة الأبارتهايد الفصل العنصري الإسرائيلي. نريد أن نقول للأمم المتحدة نحن الشاهد على صحة ما تقول ريما خلف، وعليكم كأمم متحدة أن تتراجعوا عن الخضوع لإرادة الممولين وصاحبي النفوذ. استجابة للضغوط الإسرائيلية والأمريكية وأعداء الشعوب وانتصارا لقضايا الشعوب وحقوقها.